كانت امرأة دور إبراهيم اللي هو إنسان هادي ما عادش هشام رستم نشوفوا فيه ديما رجل الأعمال الشرير. بدلنا شوية طوينا الصفحة هذيك ندخلوا في صفحة أخرى. الدور مش عادي بالنسبة لي أنا لأنه خرج من كل الكليشي اللي مش نشوفوا فيه هشام رستم في أدوار ومسلسلات أخرى إلى آخره. ونجم نقول اللي بالنسبة لي نحن الفريق بتاع الممثلين الكل مش أنا طبعي أنا فقط الممثلين الكل مش علينا نصوروا في شريط سينمائي لوميتراج معناتها مش مسلسل لأن كيفية إدارة التمثيل والصورة والإخراج والخدمة مع المخرج سي مراد بن شيخ اللي هو رجل سينمائي أول تجربة عنده باش يخرج مسلسل ما خلتنا في مناخ اللي هو سينمائي ولأنه كيفية العمل ماهيش نفسها كيفية الإخراج والتصوير ماهيش نفسها ويقرب البعض بطبيعة لكن عقلية أخرى معناتها طريقة أخرى في الخدمة هذاك خلت اللي المسلسل هذايا باش يعطي صورة جديدة للمسلسل التونسي لأنه أكثر ينتمي إلى الإخراج السينمائي أكثر من الإخراج التلفزي فيما يخص الكادراج فيما يخص الإخراج فيما يخص الأداء التمثيل إلى آخره. فأنا فرحان برشا بالتجربة هذه مع نجيب عياد المنتج اللي هو أيضا رجل السينما ومراد بن الشيخ وزملاء الممثلين كما وجيه الجندوبي فتحية الداوي سوسن معالج أحمد لندرسي صلاح مصدق جمال سيسي معناتها فما فريق ما شاء الله سينمائي حلو برشا فريق بتاع ممثلين اللي هم كنا معناتها عندنا تجربة في الميدان المسرح والسينما والتلفزة في تونس تخلي تعطي للمتفرج التونسي صورة جيدة وجدية للعالم الممثلين في تونس اللي اليوم يظهر لي في حاجة باش تكون قيمته تطلع شوية باش نعطيه فيه ثقة أكثر وباش نقدروه أكثر وباش نعطيه أكثر صورة إيجابية أكثر. إبراهيم إنسان معرس بمرأة تخدم في بانكا يمكن هي الخدمة متاعها يمكن خير منه يمكن شهريتها خير منه يمكن كل إنسان كل ما هو ولاه بالحد شيء المرأة هي اللي مولات الدار ومولات الشارع وهي تخدم من برا والداخل إلى آخره هو قريب يوصل للتقاعد. عرفتك الإنسان اللي قريب يوصل للتقاعد كل العام الأخر ديجا بدا يدس في الطريق كما نقولوا يدس في البيدق ما يهمه في حد شيء تهبط عليه بعدة مشاكل على اليمين وعلى اليسار وبالفوق وباللوطة إلى آخره يحاول يتفارع معها لكن هو إنسان جبد روحه شوية من المجتمع كأنه معناتها ضيع الأمل في برشا حاجات. فهو يظهر لي يمثل عدة توانسة في العمر هذايا في الستينات اللي يمكن كان عنده أحلام ما وصلهاش يمكن كان عنده طموحات ما وصلهاش منه هو ولا من العائلة أو من المجتمع لكن دور ما نحبش نحكي عليه برشا في الحكاية لأنه لازم المتفرج يكتشف الحكاية لخاطر الحكاية هي مركزة أكثر على النساء واسمه يوميات أمرأة ودور الانساء هم برشا معناتها في المسلسل هذايا الرجال قلت عليهم نوع من السبور هكاك اللي باسي الكره باش المرات ماركي البونتي